لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله النهاردة هنبدأ إن شاء الله هنبدأ سيكشن 5. كنا وصلنا لحد المرة اللي فاتت خلصنا من السيرفس بتاعتنا كده خلصنا لحد ما خدنا شوية اكزامبلز من الكادك وصلنا لحد اننا خدنا شوية اكزامبلز كادك وبعدين اتكلمنا بعد كده على الريسك وبرضو الريسك وهي أهمية الريسك ونحقق فاليو من العقد وكده والعلاقة ما بين الاثنين وبعدين ان شاء الله النهارده هنتكلم على التشينج مانجمنت والتغييرات اللي بتحصل والفاريشن وهنبتدي بعد كده نتكلم على الكلينز المره اللي جايه والمره الاخيره هيبقى الديسبيوت النزاعات وطرق حل النزاعات. طبعا برضه هنطبق كل ما احنا ماشيين هنطبق من الكلينز نفس الكلام. هنتكلم عن التشينج مانجمنت التشينج الفرق ما بين التشينج والبروبوزل تأثير اللي تشينج ازاي بيتعملوا مانجمنت الفاريشن والكلوز شورت بتاع الكلوز بتاع الفاريشن في الفريق والكليم البيريود ايه الخطوات اللي بتحصل اما بيتم الكليم والكليم اناليسيس انواع ازاي بنوصل للكليم وبعدين الكليم اناليسيس بقى بنوصل له ايه انواع الكليمز اللي ممكن تبقى موجوده في الفريق ايه ازاي بيتم عمل كليم سبميتر اهميه الريكورد واهميته لتحليل الكليم والروت كوز اناليسيس مين تحليل مين المتسبب والكونتراكت ترمينيشن هنتكلم برضو عن البنود اللي بتتكلم على الترمينيشن. تعالوا لو نبدا نتكلم على التشينجز عموما هو اي حاجه في يعني اي حاجه يعني الموضوع التشينج مانجمنت اي حاجه تعتبر تشينج المشروع في حد ذاته هو تشينج يعني هو تغيير من حاله من حالة قبل وجود المشروع لحالة بعد حالة عمل المشروع اثناء تنفيذه لحالة بعد تنفيذ المشروع فده تغيير بيحصل فالمشروع في حد ذاته تشين كل حاجة بقى ما تيجي تعمل قياس بقى لحاجات كتير في حياتنا هتلاقي في حاجات كتير من اللي بتحصل حياتنا هي عبارة عن تشين كل مرحلة انت بتخلصها في حياتك بتنتقل لمرحلة تانية ده تشين تغيير في شغلك تغيير في وظيفه في مكان اقامتك تغيير في اي حاجه بتحصل حصل لك اي حدث جديد زواج سفر خلفه يعني كل الاحداث دي بتبقى تشينجز عندنا وكل تشينج بيتم بقى ادارته والتعامل معاه فموضوع التشينج مانجمنت موضوع كبير احنا بنتكلم بقى هنحاول ان احنا هنفوكس على التشينج مانجمنت جوه العقد هنا في الفيديك بيتكلم على الفاريشن بروسيجر في كلوز 13.3 هو 30 عموما بيتكلم على الفاريشن ولكن احنا عايزين الاول قبل ما يدخل على الفيديك في الكلوز بتاعه نلفت النظر لحاجه ثانيه مهمه ان الريتشينج مانجمنت هيبقى له علاقه بالايه؟ بالاداره زي ما بنقول دلوقتي مانجمنت اداره له علاقه باداره المشروع ففي بيبقى في منهجيات اداره المشروعات فايه علاقة المناجات بتاع إدارة المشروعات دي بالفيدك؟ فاحنا عندنا هنا مثلا في الجيم بوك مثلا على انه أشهر مناجات إدارة المشروعات البي ام بي بيتكلم على حاجة اسمها تشينج كنترول، لما بيجي يتكلم على تشينج بيتكلم على كونسيبت تاني موجود عنده اسمه تشينج كنترول موجود في الانتجريشن ازاي نعمل كنترول على التشينجز اللي بتحصل والتشينجز بتحصل في كل النولج ارياز في كل البرانشز اللي موجوده في المشروع بيبقى لها تاثير عليها وازاي نبتدي نعمل كنترول على التشينجز دي ونبتدي نعمل لها ايه؟ نعمل مانجمنت ليها. وبيتكلم برضو على الكليمز بيتكلم على الكليم ادمنستريشن. والتاثير بقى بتاع التغيير حصل امتى؟
فلو التغيير حصل في بداية المشروع تكلفة تأثيره هتبقى قليلة. ليه؟ لأن أنا ما عنديش حاجة أوريدي اتنفذت، أنا ما يبقى عندي أما أجي في آخر المشروع ويبقى في حاجات اتنفذت، التغيير ده ما يجي يحصل هيبتدي أصلا ممكن يأثر على الحاجات اللي اتنفذت دي، فيكلفني تغييرات في الحاجات دي نفسها غير ثمن التغيير نفسه اللي هيتعمل، فهيبقى تكلفته أعلى. ولكن لو هو في أول مشروع تكلفته قليلة. إنما في نفس الوقت لو هو في أول المشروع هيبقى الريسك بتاعه عالي، لأن أنا مش هبقى عارف لسه هو ممكن يأثر على إيه. هبتدي أدرس ممكن يأثر على بعض الحاجات، ممكن حاجات تانية مبقاش هينفع يكون لسه هيأثر عليها لأنها لسه ما اتعملتش. أنا غيرت حاجة هتتعمل في مكان معين والمكان ده لسه في حاجات تانية بتنفذ فيه، فممكن يحصل كونفليكت أو إمباكت أنا مش شايفه. فهيبقى في ريسك عالية وأنا بعمل التغيير ده في الأول. لو في الآخر تكلفته هتبقى عالية ولكن الريسك اللي هاخد عنه قليل، لأن أنا هبقى محدد بالظبط التغيير إيه هو، هبقى عارف الحاجات اللي بتأثر عليه، تبقى واضحة جدا بالنسبة لي المحددة. التأثير ده عادة بينقسم، إحنا بنقسم الإمباكت ده لإيه؟ لتايم وكوست إمباكت، التأثير وقت وإيه؟ فلوس. غير الإمباكت كمان هنا بيتكلم على إن هو في البنبوك مثلا بيتكلم إنه التشينج ده بيبتدي يحصل حاجة اسمها تشينج ريكويست، والتشينج ريكويست ده ممكن يبقى انيشيتد باي اني ستيك هولدر، أي طرف من الستيك هولدرز اللي في المشروع ممكن يعمل إيه؟ تشينج ريكويست. لو نفتكر قلنا مين هم الستيك هولدرز المعنيين أو الإيه؟ أو إحنا بنسموهم أي حد له انترست أو اهتمام بالمشروع. انستر بيسال في وجود بند يتم تغيير جزء منه كيف يتم التعامل معه من حيث التغيير طوال الوقت. بندرس كل حاجه بتدرس بالتفصيل، يعني كل حاجه بتدرس بالتفصيل. هنشوف الاول بس اللوزز دي وبعدين يعني لو في حاجه مختلفه نتكلم عليها. فاي حد من الستيك هولدرز ممكن يعني التشينج ريكوست، والتشينج ريكوست ده هيبتدي يدخل بقى في مراحل ايه؟ التشينج مانجمنت. التشينج ممكن يبقى انيشيتد فيربال. لو نفتكر برضه في الفيديو كان فيه لما اتكلمنا في الاول خالص عن الانستراكشنز اتكلمنا ان الانستراكشن ممكن يطلع ايه؟ فيربال انستراكشن. وقلنا ان الفيربال انستراكشن ده بيحصل له ايه بعد كده علشان يوصل؟ ممكن الاستشاري في الموقع ينزل شرح حاجه فيدي فيربال انستراكشن، الحاجه دي محتاجه تتغير. طب ايه؟ ف الفيديك ما منعش انه يبقى فيه فيربال، ولكن اوصى ان الفيربال ده بعد ما يتعمل يحصل فيه ايه؟ تتوثق. ايه طريقه التوثيق دي؟ اشعار خطي. اشعار خطي من مين لمين؟ دلوقتي الاستشاري نزل في موقع ادى تعليمات موقعيه انستراكشن للمقاول فيربال انستراكشن دي خالص المقاول. لا، المفروض ان المقاول الاستشاري، المقاول هيبعت للاستشاري يقول له انت نزلت موقع اديتني تعليمات يوم الفريق تعليمات بكذا وكذا وكذا وكذا، وانا هبتدي اشتغل وانفذ فيمز ان هو وافق عليه وايه، ويبتدي المقاول ينفذ التغيير ده زي ما هو وصل، يبقى في صوره للمال. تمام. طيب لا، مش من الاستشاري المقاول، احنا قلنا من المقاول للاستشاري. واضحه الجزئيه دي؟ ايوه. اما ان الاستشاري يرد اداريا او ان هو لو ما ردش يعتبر ان هو ايه؟ موافق. ممكن طبعا يرد بالموافقه او بالتعديل او ان هو لا التغيير ده ما تعملوش. انا ما كانش قصدي كده. وبعدين بعد كده يبتدي يحصل بقى ايه؟ ريكورد للتغييرات دي للتشينجز دي، وبتدخل في التشينج مانجمنت سيستم، ويبتدي يدرس بقى الايه؟ المعلومات عنها على اساس تبتدي تدرس التاثير اللي ممكن يكون ليه، يبقى لها تايم امباكت او كوست امباكت. هنا بيتكلم على التشينج مانجمنت من منظور اوسع شويه، ان هو يبتدي من اول انت بتيجي تعمل تشينج، طيب التشينج دي الاطراف اللي ممكن تكون ليها علاقه ايه؟ الستيك هولدرز كلهم ايه علاقتهم؟ الستيك هولدرز التانيين اللي هو الاذر بوردز اللي هو حتى يعمل انيشيت للتشينج ده، طب بقيه الاطراف ايه علاقتها او تاثيرها او كده وحجمها للموضوع؟ طب التغيير هيبقى على ايه بالظبط؟ نوع الحاجات اللي هتتاثر وهتتغير ايه هي؟
التأثير بتاعه والإمباكت بتاعه هيروح فين. وفي كيرف كده عن الريزيستنس الكلام بتاع الناس ممكن نذكركم وانشره برضو. وبعدين في الآخر هيبقى طريقة بقى اللي هتعمل بيها تغيير من أول ما أنت هتعمل التغيير وتبنيه وتبتدي تنفذه لحد ما تبتدي تحاول تعمله سستينابيلتي اللي هو استمرار وتغيير بدون ما يترفض. يعني ممكن يعمل تغيير والتغيير ده إيه ويرجع الوضع اللي ما كان عليه. يعني طبعا يعني في المشروع والتنفيذ وحدي مش هيحصل قوي من منظر ده، ولكن ممكن يحصل. يعني ممكن يحصل ان انت عايز تغير حاجه وبعدين الحاجه اللي انت عايز تغيرها دي غير قابله للتنفيذ زي ما هتشوف بعد شويه فيبتدي ما يتنفذش. او بقى ان انت تنفذ حاجه وبعدين بعد تغير حاجه وبعد ما تغيرها وتنفذها تيجي تشغلها بقى طبعا المشروع خلص تيجي في التغيير تلاقي نفسك ما استفدتش منها حاجه وكانها ما كانتش موجوده. وناس مازالت شغاله بالنظام القديم الوضع القديم اللي كان قبل التغيير. طيب في حاجه ثانيه اسمها ايشو. يعني ايه ايشو؟ عندنا دلوقتي بدانا نتكلم ان في تشينج وتشينج ريكوست وايه ثاني المصطلحات اللي قلناها في الموضوع وتشينج امباكت. قلنا بروبوزل ده هيظهر معانا لسه في التالت. في حاجه اسمها ايش ايشو كمان. الايشو ده اللي هو ايه؟ اللي هو يعني مشكله. المشكله دي سواء انها طول النزاع او حاجه مش محلوله ممكن تعمل نزاع او لا. يعني مش نزاع مش ديسبيت او كليم مطالبه صريحه، لا هي مشكله نزال قليل او حاجه فيها خلاف او كده ولكن لسه ايه مش ما وصلتش ان هي بقت كليم او ديسبيت او كده. ده بيسموه ايش؟ ايش دي مشكله موجوده. في احيانا هنا احنا كده هنفرق بين الايشيو والفاريشن. ممكن نتكلم عن الايشيو والريسك. الريسك ده مخاطر ممكن لسه هتحصل لما الايشيو ده حاجه فعلا خلاف حاصل او مش خلاف مشكله حاصله او استفسار حاصل ده هيبقى ايه؟ ايشيو لسه موجوده بس لسه ما اتحلتش. الريسك دي حاجه لسه ما حصلتش، حاجه محتمله ممكن تحصل او لا. والحاجه التعريف الثاني هنا اللي هو الفاريشن. الفاريشن ده هنا بقى الفاريشن التعريف بتاع الجيمبوك مختلف عن التعريف بتاع التلك شويه. الفاريشن في الجيمبوك هو الفاريانس، هو اللي حصل فرق بين المخاط فعلي والثاني اللي احنا عملناه فرق عن الاكسل. فيبتدي هنا ايه؟ يبقى فيه فاريانس. احنا بنسميه فاريانس علشان ما ندخلش في كلمه فاريشن دي ويحصل لغوطه عند الناس. هو ده الجيمبوك بيسميه فاريشن. الفاريشن في التلك حاجه مختلفه ودي اسمه فاريشن اوردر. وهنشوف جاي في الكلوز بتاع التلك شكله عامل ازاي. وبعدين بعد كده بيتكلم على كليم. ايه الكليم دي؟ اللي هي مطالبه بتبقى من طرف لطرف من احد الاطراف، طلب من احد الاطراف تجاه الطرف الاخر سواء السيلر تجاه الباير او العكس اور وايز فيرسا. ممكن يبقى مطالبه من مش شرط مطالبه المناول للمالك، لا ممكن تبقى مطالبه من الايه؟ المالك للمناول. هو مين فيهم السيلر ومين الباير؟ السيلر هو مين؟ كونتراكتور ولا الامبلوير هو السيلر؟ المالك. في راي ثاني؟ المالك باير. يعني المالك هو الباير والايه؟ المقاول هو السيلر. تمام. المالك هو الباير يبقى من هنا بيقول من السيلر اجانب الباير اللي هي ايه؟ من المقاول ضد المالك، او ممكن تبقى العكس هنشوف ازاي. بيطلبوا تعويض كومبنسيشن او بيمنتس فلوس دفعات under the terms of legally binding contract تحت بنود العقد. such as a dispute change زي بيقول هنا ايه؟ تغيير متنازع عليه. طبعا احنا برضه بنفرق ما بين ايه ال dispute والكليم. هنا في ذلك في فكره البين بوك ما فرقش شويه. يعتبر الكليم ديسبيوت تشينج هو ديسبيوت بتاع تشينج ثلاث تغيير مختلف عليه. مش هنقول كلاينت بقى، احنا هنقول ايه؟ employer. عشان نستعمل نفس التعريف اللي بيقول الكلاينت هو الباير، لا احنا هنقول ان ايه؟ employer
هو الفيروس نستعمل نفس التعريفات بتاعت الفيروس. طيب بعد كده هنا بقى نتكلم ايه هي الكلوز بتاعت الفاريشن بتاعت الفيديك. الفيديك كلوز 13.1 اللي هو رايت تو فاليو بيقول بيتكلم على حق المالك في الايه؟ في التغيير. عشان برضه يبقى يعني يقول ان ممكن يحصل فريش، ممكن يحصل تشينجز، ممكن يبقى في تغيير اثناء العقد. ف 13.1 بيتكلم رايت تو فاري، 13 كله اسمه فاريشن اند ادجستمنت. فاريشن دي انيشيتد باي ذا انجينير، برضه هنا بيحط ايه؟ انه المالك لو هيغير حاجه يبقى هتقدم المقاول عن طريق الايه؟ الانجينير. وبيدي هنا التايم اللي ممكن يحصل فيه فاريشن قبل الايه؟ الـ QC، قبل التسليم الابتدائي. يبقى الفاريشن اي ممكن يعمل فاريشن قبل الـ taking over certificate. ممكن يبقى عن طريق instruction او request for the contractual submit a proposal. يبقى ممكن يدي instruction غير ده واعمل كذا، او يقول له قدم اقتراح للجزء الفلاني، هيبقى request for وجوده. الكونتراكتور هينفذ اي كل فاريشن الا لو لم يتمكن من تنفيذه، ان هو ايه غير قابل للتنفيذ. الحاجه اللي بتتقال في المساله دي ما ينفعش تنفذ، ما ينفعش يحصل على الجزء البضائع اللي لازم تنفذها مثلا. وهيثبت ده. واحد كان بيقول الفاريشن ده ممكن يبقى عباره عن ايه؟ تغيير في الكميات change the quantities of any item of the work included. However, such changes don't necessarily constitute a variation. مش شرط تغيير الكميات يبقى variation، ممكن الكميات تتغير بدون ما تسبب variation. يعني العقد اصلا الريت بوك ده عقد ريميجر، فبيتم عمل حصر الكميات بعد كده، فممكن تتغير ولكن ما زال ما تسبب variation. Changes the quality or other characteristics of any item of work. The quality بتاعت الشغل هيتغير، أو أي إيه؟ أو أي معاملات أو حاجات لأنواع العمل العمالة تنفذ. Changes to the levels of positions, dimensions، تغيير أبعاد، مناسيب، omission of any حذف حاجة خالص. ولكن هنا بيتكلم على الحذف الجزئية مهمة برضه، بيقول إن الحذف unless it's to be carried by other، يعني carried out by others، ان انت ما ينفعش تحذف منه الجزء ده وتسنده لحد تاني. لا، لو هتحذف حاجه يبقى تحذف حاجه دي مش هتتنفذ اصلا. ما ينفعش تحذف الجزء ده، انا ليا حق في الفاريشن وليا حق ان انا احذف، فتقوم حاذف واخد الجزء ده ونفذه لحد تاني. لا، المقاول لما جه درس وحط اسعار وكده عمل حسابه انه هينفذ العقد ده تاني، ممكن البند ده له مكسب كويس فيه. طيب انت ما تعملوش مشكلة محسابه وتبتدي ان انت لا الحاجة اللي هو كسبها فيها كويس تبتدي تقعد تحذفها او تديها لمقاولين تانيين عشان تقلل من مكسبه. لا، الكلام ده ايه؟ ما ينفعش تغيره بالمنظر ده. اني اديشنال وورك، اعمال اضافية، الاعمال البيرنت، الاعمال الدائمة شاملة الاختبارات بتاعتها، فاينل ديستنيشن قبلها، جاستات وخلافه. انجل سيكونس كمان، تغيير ايه؟ السيكونس، تغيير ترتيب الاعمال، ده يعتبر variation. The contractor shall not make any alteration or modification of the payment works unless and until the engineer instructs or approves the variation. مش هيغير اعمال permanent منفذه الا لما الايه؟ الاستشاري ينستراكت يقول له نفذ الحاجات دي، هيبتدي ينفذ. او ان العكس بقى، ان هو يكون هو اللي مقدم. دايما نشوف الماده مثلا، لو شفنا الماده اللي بعدها هتدي للمقاول حق ان هو يقدم، يقول له بروبوزل، بنسميه هنا فاليو انجينيرنج، يقول له انت ممكن تنفذ الحاجات دي بنفس تحقق لك نفس التيربوس ده بنفس فهو هيرد بثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ اول حاجه description of the proposal work to be performed and the program of basic for its execution.
ايه هي الاعمال دي وطريقه تنفيذها، شكله هيبقى عامل ازاي والبرنامج بتاعه. دي اول حاجه. الحاجتين بقى التانيين اللي هم التايم والكوست ليمت اللي بنتكلم عليهم، كونتراكتور بروبوزر فور اني necessary modification to the program according to sub clause 18.3 اللي هو البرنامج بتاع المشروع كله اللي هو بيأثر على time for completion. يبقى time impact تأثيرها على مدة المشروع شكله عامل ازاي. يعني الاولاني ايه هي الاعمال وبرنامجها هو نفسه، وما اخد ده بقى احطه جوه برنامج المشروع تأثيرها على مدة المشروع على time for completion شكله عامل ازاي، وانا عايز extension of time ولا لا بسبب الاعمال دي. وهيرد كمان بالايه؟ بالايفالويشن، بالكوست امباكت بقى، تكلفه الكلام ده شكله عامل ازاي؟ يبقى دي ايه الحاجات، الثلاث حاجات اللي هو هيرد بيهم. الانجينير شال as soon as possible as soon as practical after receiving such proposal under clause. هيروح بقى الانجينير الكوست تاني اسمه ايه؟ لو هو خد بروبوزل من value engineering or otherwise respond with approval or disapproval. يبقى الانجينير هيبتدي بقى يروح لايه؟ لان هو approval هيوافق على الحاجات اللي قدمها دي. لو قلنا البروبوزل جاي من طرف من الطرفين الانجينير او الكونتراكتور، يا اما 13.1 او 13.2 هيبقى هيرد بالابروفل، خلاص هو وافق على الكلام ده، او ديس ابروفل اور كومنتس رف لو بروبوزر معين هو رافض ينفذه ممكن يرفضه خالص مش هو اللي مقترحه، او كومنتس ملاحظات. The contractor shall not delay any works while awaiting us. دي من الحاجات الايه الصعبه قوي والمؤثره جدا في الموضوع ده، ان هو دلوقتي انت جالك تعليمات بتنفيذ اعمال معينه وقدمت انت الحاجات بتاعتك، المفروض انك تاخد بقى الخطوات التنفيذيه بتاعتك عاديه، الخطوات التنفيذيه بتاعتك من غير ما توقف الاعمال في الموقع، يعني ما تربطش التنفيذ بالاتفاق على التايم والكوست امباكت. التنفيذ في موقع التري تم عادي، هتبتدي تقدم الشوب درونج بتاعتك، هتبتدي تقدم الماتيريالز الابروفلز كل حاجه، وتبتدي تنفذ في الموقع حتى لو انتوا ما اتفقتوش لسه على التايم والكوست امباكت دلوقتي. انما طبعا متفقين على ايه هو الفاريشن، وبتعتمد الايه؟ السكوب بتاعته والماتيريالز والرسومات والحاجات دي بتعتمد وبتنفذ وماشي في اتجاه التنفيذ العادي كانه اعمال عاديه موجوده، مش يعني مش ملا مش 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 عشانها فاريشن هتقف ومش هتنفذ، لا التنفيذ هتنفذ. ودي مش كتير من العقود بتعمل الموضوع ده. يعني في بعض العقود بتربط ان الحاجه ما تبتديش تنفذ الا لما يكون تم الاتفاق عليها تمام. وده برضو بيعمل مشكله. ان هو بيدي امكانيه، هما هنا عاملين ليه ده؟ ليه مخليين يعني ان هو لا عادي يكمل تنفيذ الاعمال. ودي وجهات نظر يعني يختلف فيها، يعني ايه؟ يعني طبعا كل حاجه في العقود دي ممكن يختلف فيها يعني. ولكن هنا وجهه النظر انه الاعمال انه مش المقاول يعني مش اي حاجه خلاص مش عارفين نتفق على سعرها هيقوم يتحجج بالسعر ويحط سعر عالي، ويا اما كده يا اما مش هننفذ علشان حاجه مش عايز ينفذها. لا هو بيقول ننفذها وبعدين بعد كده احنا هن ايه؟ هندي لك الفير ديترمينيشن بتاعك ازاي فير، زي ما شفنا بقى في البنود اللي قبل كده، البنود بتاعت الايه؟ الديترمينيشن بتاعت الانجينير والبنود بتاعت الايفالويشن. فالبنود دي اتكلمنا على ازاي بيتم عمل الديترمينيشن والايفالويشن. وعلشان كده برضو هو هنا موقف ايه؟ قال له ما توقفش الاعمال لحد ما منتظر الردود والاتفاق وكده. علشان كده برضه هو حط زي ما حط على المقاول ده الالتزام، ده حط التزام على المالك والانجينير ان هو لا زي ما شفنا في الايفالويشن المره اللي فاتت ان هو لو في اي اعمال فاريشن بتتنفذ واتنفذت منها كميات ان هي لازم تتصرف ولازم تنزل في الايه؟
الستيتمنت والبيمنت، واحنا طب مختلفين لسه على القيمه بتاعتها. لو شفنا المره اللي فاتت كان بيقول ايه، القيمه ممكن تبقى اجريد تم الاتفاق عليها او ديترمنت. ديترمنت يعني ايه؟ الانجينير ما دام مش اتفق عليها فحصل لها ديترمنت باي انجينير تحت البند بتاع الايفالويشن. طيب لو هي لسه ما حضرش اجريد او ديترمنت برضو لازم تتصرف ان انت تحط ايه؟ تحط لها بروفيجنال ريت، تحط لها قيمه تقديريه. فاكرين البند ده؟ حد طيب يجيب لنا رقمه كده، البند كان رقم كام؟ 12 بوينت كام؟ هو تحت 12 الميجرمنت اند ايفالويشن، 12 بوينت كام؟ وصلت كروز احنا شرحناه اتكلمنا عنه بالتفصيل 12.3. تمام شكرا يا خمسين. 12.3 الجزء البروجراف الثاني فيه بيقول ايه؟ For each item of work the appropriate rate or price for the item shall be the rate of the price specified such in the contract. Such item in the contract or if there is no such item specified for similar work. لا مش البراجراف ده، في الاخر خالص البراجراف الاخير خالص بيقول until such time. البراجراف الاخير خالص بيقول until such time as an appropriate fee or price is agreed or determined. لا هنقول عليه دلوقتي هو agreed اتفقوا عليه او determined، ما دلوش agreed ما يحصلش عليه agreement، على الاقل هيحصل عليه ايه؟ determined by engineer. The engineer shall determine a provisional rate. لو ما لو مش هو agreed ولا determined ال engineer هيعمل ايه؟ هيحط provisional rate. Or price for the purpose لهدف ايه؟ ال interim payment certificate. لهدف المستوصفات الجارية. انه برضه هيتكتب له هيتصرف له في الايه؟ في المستوصفات الجارية. لا مش مطلوب حفظ الارقام يعني، بس انا هتكلم ان احنا ايه؟ قلنا للسرايا المرة اللي فاتت. انت ما تتعود على الفيديك شوية تبتدي انت تعرف بعد كده تطلعه منين. يعني ده في 12 بنتكلم على الموضوع ده. طب بص كده جوه 12 هتلاقي يعني واحد عدى عليك بقى وقريته كذا مرة واتعاملت بيه قبل كده، فهتلاقي الموضوع تقدر توصل. طيب هنا بيقول ان ايه؟ ان هو مش هيستنى لحد ما يتم الاتفاق وهينفذ الاعمال في الموقع، وهتتصرف له زي ما شفنا دلوقتي، هتتصرف له حتى لو مش متفق عليها، هتتصرف له اما بالديترمن باي انجينير اللي الانجينير هيقدره او بروفيجنال ريت حاجه تقديريه لحد ما الانجينير يقدر الكلام. تمام؟ وهنا بيقول ان هو ايش الاستراكشن Excuse variation which requires recording of course. تسجيل التكاليف بتاعته. Technology receipt هيتباعت. يتاخد. كلام. Shall be evaluated in accordance. بيتكلم عن ان الايفاليويشن بيحصل بالايه؟ مش كلوز 12 اللي هو measurement and evaluation. الا لو اتفقوا على خلافه. هو في ال measurement and evaluation دي قلنا ان في 3 phases للتغيير. في ثلاث طرق لحساب التغيير. ايه اللي هم الثلاث طرق دول؟ اللي هم برضو تحت 12.3. اول حاجه ايه؟ تحت اي بند تعقد. اول طريقه ايه للتغيير؟ هتصرف الفاريشن اوردر رقم كذا اللي مع من الفاريشن اوردر ده مثلا بالفاريشن رقم كذا او الاستراكشن او كذا البروبوزال الفلاني هيتصرف الحاجات اللي اتنفذت الاعمال اللي اتنفذت دي بحاجات تقديريه. وفي ريكومند ان هو اتقال له نفذ الحاجات دي وفي شوب رونج معتمده وفي كل حاجه معتمده فهيتصرف الاعمال اللي اتنفذت حتى لو لسه مش معتمد فعلا. وبعد هو 12.3 صريح بيتكلم بقى باراجراف فيه صريح على الموضوع ده.
ايوه هيضاف بند بنود جديده المتصله في السيرفس دي هنعمله. احنا بنقول بقى احنا الجهات الحكوميه دي بتلاقي ان العقد بتاعه مختلف. احنا خلينا نتكلم لما تيجي نتكلم عقد فيديك بيبقى الموضوع مختلف، فعقود كتير بتشترط ان هو اصلا ما ينفذش الا لما يعتمدوا ويتفقوا على الكاف. وبالتالي مش هتقبل الحاله دي اصلا. تقبل ان تنفذ من قبل الاتفاق. وطالما مش هيقدر يتنفذ من قبل الاتفاق يبقى مش هتقبل انه يتصرف. تمام؟ ما انت قصدك هنا اعتماد مالي، انما هو في اعتماد فني، في اعتماد فني، يعني هو مش هينفذ الا في اعتماد فني بالاعمال. تمام؟ بس المالي هو اللي لسه ما اتفقش عليه، فهيتصرف لانه في اعتماد فني، والمالي لحد ما يتفق عليه او ديترمنت ممكن ما يتفقش عليه ويحصل له ترمينيشن باي انجينير زي ما شفنا هنا. يتصرف بروفيجنال دي. ايوه ده اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، احنا ما اتكلمناش عنه بالمنظر ده مباشره كده. استحداث بند وعمل دراسه سعر، لا. احنا قلنا ان هو حاطط هنا ثلاث خطوات. لو رجعنا 12.3 تاني هنلاقيه حاطط ايه؟ حاطط ثلاث خطوات، بيقول ان هو ممكن يبقى برايس زي ايتم في الكونتراكت. كان في دليل برايس سبلاي فور تاتش ايتم ذا كونتراكت. بند موجود في العقد. يعني الاعمال الجديده دي فيها بنود موجوده في العقد، يعني مثلا قلنا هيعمل مبنى جديد، المبنى فيه نفس الاعمال خرسانات وتشطيبات ونفس البنود اللي موجوده في العقد. فهيبقى الفاريشن ده سعره بنفس الاسعار دي. فما بقاش فيه ايه؟ ما بقاش فيه مشكله، خلاص هيتقدر بنفس الاسعار اللي موجوده. طيب في اختلافات ما بينه وما بين الحاجات دي، النوع مختلف شويه، الظروف مختلفه شويه تتاثر على السعر، يبقى هيتناسب لسعر موجود. يبقى اول حاجه انه بند مثيل بالظبط كده، ثاني حاجه انه بند شبيه لبند ثاني اللي هو بيتكلم بقى بعد كده ايه؟ بوتكشر ايزن سبيسيفايد والسيميلر وورد. كان في هيبتدي يتعمل الكود بتاعه والتكلفه ايه؟ بتاع يعني هو بيقول هنا من ريت انت كونتراكت ويز ريزونبل ادجستمنت تيك اكونت ماتر ديسكرايب. طيب لو ما فيش ريت ايه؟ ريليفنت هيبقى عباره عن الكود اوف اكسكيوتنج توجيذر ويز ريزونبل بروفيت. هيتعمل الكود كان كوست ده ايه؟ كان كوست بلس. شوف تكلفه البند ستراتيجيه عامل ازاي ونحط عليه بروفيت. معلش انا لما اتلخبطت المره اللي فاتت لما جيت اقول البرايس قلت هو عباره عن كوست وبريفت، هو عباره عن كوست وبروفيت. فالبرايس هو كوست وبروفيت. فهنا بيقول ايه؟ ودي من احد الحاجات اللي موجوده واضحه برضه في الفيديو، انه في فرق ما بين كلمه كوست وما بين برايس وما بين كوست وايه؟ بروفيت. احيانا يقول لك تتعوض بكوست، تتعوض ببرايس، تتعوض بكوست مع ريزنبل بروفيت. فهنا يبقى دول ايه ثلاث حاجات؟ بند مثيل، حاجة مشابهة يتعمل للتنفيذ وتناسب معاها كده، أو إيه؟ إنه يدرس بقى على إنه كأنه بند كوست بلس، يتحط التكلفة بتاعته ويضاف عليها البروفيت بتاعه. تمام؟ يبقى هنا إيه؟ هيبتدي يحصل له يبقى الإنجينير يبدأ من هنا، الإنجينير هيعمل انستراكشن أو ريكويست فور بروفيت. بعد كده هيحصل إيه بقى؟ الكونتراكت اما انه هيقبل حسابها هيقبل تنفيذه او يفوض، لو رفضوا بيفوضوا في حاله واحده بس ان هو يقدر يحصل على الغالب ان هو يقدر ايه ينفذ العمل دي او اي سبب ان هي غير قابله للتنفيذ. ماشي وهيدي نقطه للانجينير، الانجينير هيبتدي يقول له لا دي قابله للتنفيذ والحاجه اللي انت بتقرا عليها بتتعمل كذا كذا او موجوده في المكان الفلاني او نقدر نعملها كذا. فهيبقى يكون فير او كان معاك حق خلاص نلغي الاعمال دي وما يعملش البريد خالص، او ان هو يبقى هيقبل طيب اعمل بدل ده واعمل ده وعد التعداد دي وخذ بالمنظر الفلاني. ونرجع تاني لنفس الايه؟ الفكره هنا بقى ان هو ايه؟ يقول لا غير قابل او ايوه بالبدل التنفيذي يدخل على ثلاث بنود دول. لو كان الوقت الفيش هيقدمه ويقدم معاه احنا قلنا عليهم اللوب الاعمال ايه هي؟ خطه تنفيذها هي ده برنامج تنفيذها هنا شكله عامل ازاي؟ وبعدين نقدمها على برنامج كامل اللي هو دي بقى سير كامل وعلى مده المشروع تايم تو كومبلت، وبعدين سي اللي هي ايه؟ التكلفه بقى بتاعت الحديث الفاريشن بتاع الفاريشن. تقدم الثلاث حاجات دي للانجينير التايم والكونت امباكت والكلام ده، هيدي الانجينير ابروف. وكده وصلنا للنقطه اللي هي الايه؟ تجريب.
اشتغل ويطلع فاريشن اوردر وتم الرد عليه. طيب ما حصلش ان الجي ابروف هبتدي يحصل ايه؟ ديس ابروف رفض الامباكت ده، هبتدي يحصل ان هو هيرجع بقى اول للباند بتاع الايفاليويشن ويقدر هو بناء على كلوز 12 من الايفاليويشن ويقدر بناء على كلوز 12 ويبقى هنا مش اجريدي بقى ديترمن ديرمن باي جي ايفاليويتد باي جي ديترمن ويبقى الباند ديترمن باي جي. يبقى هيبقى حاله هنا انه اجريدي او ديترمن ويطلع هو البيج اوردر. هنا بقى ممكن بقى بعد كده هنا ايه؟ كليم او ديس بي بقى ان هو غالبا هيبقى ازاي ونشوف بقى بعد كده لما يتحل بالتفاوض او جمع معاه حاجات رول للضحايا. ايوه ده شكل ايه؟ الفاريشن من ساعه ما يبدا لحد ما ينتهي. تلاحظ هنا المسمى مختلف. طب احنا لو شغالين مع بيدار بطريقه البي ام اي او البي ام بي مشروع بيدار بالبي ام بي ولكن العقد فيزيك. فاهم المصطلحات البي ام اي لو زينا والبنبوك ولا الفيزيك؟ مين اللي موجود؟ انا هجيب ربط مشروع ولا العقد؟ مين العقد هو الموجود؟ العقد هو ايه؟ وبالتالي اللي هيعوز معايا انا استعمل مقرر عقد ان انا استعمل كل عقد هيعمل ده عقد ايه؟ خالص البروتين بتاعي. وبالتالي هو فين لا هو ده ايه؟ بروبوز ريش ايش مصدر؟ وهكذا. في ناس بتحاول ان هم ايه يعني بيتخيلوا ان الاختصار دي يعملها من غير قرار التغيير ان هو مفيش الاوردر يطلع كده بمعنى واحد وان الشين يرد طلع تاني يطلع معنى تاني ان الشين بيوصل طلع تاني طلع معنى تاني وان يعني يقعدوا يدوروا على الحاجات دي ويدوروا على مجع معين يجيب منها فروقات ما بين الكلام ده. الكلام ده مش حقيقي. الحقيقي ان كل حاجه من دول حسب المنهجيه اللي انت شغال بيها ان هو مجال بتاع التدريب بتعمل مقترح شين ريكورد. اما هنا في نفس الطريقه نفس الحاجات اللي بتعمل لها مقاطع مسميات ثانيه ونفس الشيء بس انت بتعمل له مسمى ثاني. نفس السياره سميتها طياره سميتها عربيه سميتها خطه يعني هي نفس ايه؟ مركبه هي نفس الاخر نفس المسمى لكن الاسم هو يوصل اسم مختلف. الاسم المختلف ده ما غيرش الحاجه دي. ودي النفاذ المهمه بقى في الايه؟ في العود زي ما قلت لك شويه التفسير. فالمقول يقصد فيه معنى التفسير المعنى اللغوي والمعنى الاضطراري. احنا اتفقنا في الاول ان احنا هنطلق على دي اسم امبويا هنطلق على المال اسم امبويا. مفيش هتقول لي اوردر كلاين كاسبر سبونسر. لا احنا اتفقنا على مسمى محدد. مش هنبتدي ندخل بقى المسميات الثانيه. مثلا الجيمبوك ما بتستعملش كلمه امبويا دي خالص. يعني بيستعمل باير سيلر بيستعمل زي ما قلت في كاستمر سبونسر حاجات كده. انما لا الفيلم خلاص هو مثلا امبلوير كونتراكتور انجير واضح. والمسمى احنا اتفقنا عليه ان هو الاسم ده بيعبر عن المسمى. الاسم بتاع الانجير ده بيعبر عن استشاري مش انجير ده معناه اي مهندس موجود في الموقع. لا انجير هو استشاري ونكتبه كابيتال ويبقى عارفين ده هو ده الاستشاري اللي هو معروف في اللي هو بقى فلان الفلاني والهدف اللي جه مثلا هياخد الاحوال الموريه واحنا ده الموضوع طبعا هو الانجيل الاستشاري. فمهم فهم ايه؟ ان الاسماء والمسميات تتحقق معايا اللي هو لا مش خبز العروض، هو في الاخر انت تاثير الكلام ده معناه ايه؟ ودي اللي هي تقنيه الخفاف، اللي كان بيقبل فرق المعنى بين الكلام ده في الاول، اللي كان بيقبل اكثر من معنى دي مشكله. كل ما الكلام محدد يبقى ايه؟ قطعي دلاله ونقول بيبقى المشاكل اللي نرجع عنه اقل. اللي يبقى فهم والاتفاق عليه ما بين اي منها هو الثري او نفس الشيء هيبقى انا بقى العقد قبل معظم الحاجات اللي فيها قابل امكان قاعده دلاله. اما تبقى في حاجه صغيره ولا اكبر في حاجه هنختلف عليها نقول ايه؟ نتكلم عليه نعرف علشان القصد بتاعك دي مش كل واحد يروح لايه؟ لفهم مختلف او معنى مختلف. لا خلاص حاجه لما تذكر وارد ان هي في خلاف في الثنائي انا هحط لها تعريف يبقى انا هعرفك ان هي نفس المعنى. الانترنت عندي مشكله النهارده بس معايا كده هي اسكت ولا لسه؟ طيب الريسيرش اسايمنت اللي احنا بنتكلم على احنا قلنا قبل كده لما جينا اتكلمنا على السبيشال تايم قلنا ان في كلوزز وكان في حضرتك كلوز بيحيلوا للايه؟
instead of time. One has to better by reference to close, lower close the time. ممكن حاجه ما تخش للبند بتاع الباريس ويعطي التقييم للايفالويشن. يعني بدل ما تقول ان الحاجه دي البروسيجر بتاع الباريس لا تقول لك ان الحاجه دي تغييريه وتقاس بنفس طريقه الايه؟ اللي لو قاس بيها الباريس الايفالويشن. هنحاول نشوف الايه؟ ندور في العرض كده ونطلع فيها طلعنا 19 حاجه التقييم السنتر بتاع نشوف كام حاجه هتلاقي حاجات متداخله منهم كتير. الحاجات دي كنت في نفس الوقت. كم حاجه بتقيل للزوم بتاعت الايه؟ الفاريشن والايفالويشن. ولو حد كان عايز يبحث ما بين الايه؟ الفاريشن والايفالويشن بتتكلم على الكوست والبرايس والبروجرس الكلام ده ايه؟ يبقى الطلب الاولاني ان احنا نشوف الكلوز اللي بتقيل يعني في حاجات بتقيل للزوم بتاعت الفاريشن مباشره، حاجات ثانيه هي فيها تغيير ولا ما تحبش بقى ان تاخد البروسيجر بتاعت الفاريشن بالكامل ولكن تقيل الايفالويشن تقدر بنفس طريقه الفاريشن. وبالتالي ايه؟ نحاول نرجع للحاجات اللي بتقيل في البنود من بره البنود او نشوف ايه الحاجات اللي جوه البنود، نشوف هل هم كام فلوز، شفنا 19 فلوز اللي فاتوا دول، نشوف ايه او 19 سب فلوز ده، سب فلوز اللي هي بتقيل الحاجات دي ايه هي؟ ولو اللي قلنا برضه في نفس الوقت لو الناس قدرت ان هي كمان تدور على البوست والايه؟ الحاجات اللي بتتكلم على البوست والبرايس او الايه؟ او البروفيت، انت بتقال بوست، انت بتقال برايس، انت بتقال post to the reasonable profit. انت بتقال price plus، انت بتقال post plus، انت بتقال post to the reasonable profit. ومقارنة مسألة التصميم، مين اللي مسؤول عن التصميم في البريك وفي القانون 89 لسنة 98 وتغيير كميات، تغيير كميات البنود برضه بيتعامل معاه زي القانون المصري 89 سنة 98. هتلاقي التعامل معاه تقريبا في المادة 87 بيتكلم على ان نسبة معينة تحسب من ايه؟ نسبة من البند ولا من الاجمالي وانواع التعويضات وقت ولا تكلفة. وفيلك النسخة بتاعت 2007 كمان كانوا مختلفين عن بعض. ودي السب كلوز اللي بتتكلم على موضوع كل واحد منهم. نحاول نقرا الثلاث حاجات دول، العقد مادة قانون المادة 97 والعقد 99 كلوز سب كلوز 12.3 87 سب كلوز 52.3 ونشوف الفروق ما بينهم في الايه؟ في التعويضات والكميات اللي بتتغير امتى يتعوض عنها ازاي. تمام، يبقى دول الايه؟ الحاجتين اللي ليهم الثلاث اسايمنتس. ده لو ان اوبشن للتير يعني اللي عايز يعمل او يخليه ايه؟ أخبار الصوت إيه والكلام ده؟ هنا سامبل الدنيا كويس، طيب جميل ماشي ماشي. واضح الأسايمنت الثالث ده؟ تعالوا زي ما احنا معانا دلوقتي ايه؟ يعني معانا دلوقتي حضور اهو ما شاء الله 37 واحد، احنا لما قدم لنا الاسايمنت لما قدم معانا اسايمنت واحد 12 واحد. عايزين لقيت 37 يقدموا. عشان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هرفع الايه؟ الاسايمنت 2 و3. بحيث ان اللي هيقدم اسايمنت واحد واثنين دول اللي هيبقوا ايه؟ هبعت اسمهم ان شاء الله علشان اقول دول استكملوا الكود، بقيت الناس حد هيتكلم الاسايمنت دي يستكملوا معانا كود عشان الشهادات والكلام ده. استاذن الناس ان هي ايه تهتم بيهم. الاسايمنت 2 كان موجود في نفس المحاضره اللي فيها الاسايمنت 1 اللي هو كان بيتكلم عن البيانات البيمنت انتر بيمنت اللي فيها البيانات بتاعت انتر بيمنت وانت تبقى فاينل. في سؤال تاني كده اه الفيكنج اوفر سبيسيفيك بتدي حقوق ايه لل انا هرفع ملف ليه يعني بتدي حقوق ايه للمهاجر هرفع ملف ليه يعني زي ما رفعت اسايمنت واحد هرفع ملف ليه كريستر اقول له دارين النهارده على الموضوع ده ربنا يستر ان شاء الله ينزل المحاضرتين دول لان فعلا حاجه لطيفه تاخير نزول المحاضرات المسجله.
يعني ربنا يكون في عونهم وتعرض معاهم حاجات كتير و... طيب اخر بقى سلايد معانا بتقول ايه السلايد دي؟ Cases of change or even احنا عندنا اما بنيجي حتى بقى نشتغل على claims ونعمل claim و analysis بال claim ده و delay analysis بال claim analysis والحاجات دي عادة بنسميه ايفنت. ايه الايفنت اللي حصلت؟ خليها امبكت لان مش شرط ان الايفنت دي تبقى changes. احيانا بيبقى حاجة حصلت في الموقع من غير ما يبقى في تغيير. اتأخر رد بتاع حاجة، اتأخر اعتماد، يعني أي حاجة حصلت من غير ما يبقى فيه تغيير. ممكن في حاجات كتير بتأثر، أي حاجة بتأثر على المشروع من غير ما في تغيير، نفس الكود نفس كل حاجة من غير ما تحصل ايفنت. فأحيانا احنا بيبقى في عندنا ايفنت. الايفنت ده ممكن يسبب كليم على طول، أو ممكن الايفنت ده يسبب بريشة نفسه. الايفنت ده ممكن يسبب كليم، والكليم ده بيطالب بالامباكت بتاعه، والامباكت ده ممكن يعتمد ويبقى فاريشن او ما يتوافقش عليه، او يتقال التاثير ما يتوافقش عليه، يعني يتوافق ان هو لو امباكت بس يترمز بالامباكت بتاعه ما يبقاش اجريد، او بقى وبعدين بعد ما يترمز ممكن يتم الاتفاق عليه بعد كده، او لا ما اتفقش عليها يروح اللي يبقى ديسبيت يبقى نزال. فيبقى الحاجه بتبدا الاول بروبوزل، ممكن يربوزل اقتراح، التغيير ده يبقى عباره عن اقتراح او انستراكشن او الحاجات دي اللي احنا قلناها كلها بروبوزل انستراكشن ايفن. ممكن يوصل بعد كده ان هو يعمل يوصل ان هو يطلع فاريشن اوردر معتمد او ديترمن، ولو هو مش اجريد سوري اجريد او ديترمن، لو هو مش اجريد هيبقى ايه؟ ممكن ينشر عنه كليم، او الكليم يؤدي الى ايه؟ الى فاريشن معتمد. ايفنت ادى الكليم ادى الفاريشن معتمد، او رجع ادى الكليم تاني ما تمش الاتفاق عليه، ما تمش الاتفاق عليه هيبتدي يحصل ايه؟ ان هو يتحول الى ديسك، يتحول الى ذات، ونشوف بقى طرق حل النزاعات دي المختلفه. هل يمكن المحركه في المؤتمر السنوي الاول بتاع 2014 بتتكلم على اللي هي اناليسيس والديسكت ريزوليوشن؟ او قادمه ظريفه اللي هي الكلام اللي احنا هنقوله المحاضره الجايه، مش هنتكلم على اللي هي اناليسيس، هنتكلم على الايه؟ على الديسك ديجيشن في المحاضره اللي جاي بس هتبقى عن الكليم اناليسيس بس طريقه تقديم الكليم كده. ودي هو من ايه؟ من المطار السنوي الاول والثاني بتاع دكتور كلامر، كان في جامعه امريكيه في القاهره. الحمد لله كان احتفل احتفال السنوي الثالث امبارح. حضر معايا زمر هنا وكان احتفال في مصر اللي هي حكى معايا ومهندسه نعمه كثير من الزمن يعني حضرتك. تمام؟ يبقى ايه؟ دي اللي هي مش قوي. شكرا يا مهندس خلص. احنا ايه؟ خلصنا المحاضرة بتاعتنا. المحاضرة النهاردة ان شاء الله كانت صغيرة اهي وخلصنا قبل الوقت. حد له أي أسئلة؟ الآن لخالد سؤال لحالة فعلية تغيير هل يمكن عرضها في نهاية المحاضرة؟ أنت عايز تسأل سؤال ولا عايز أنا ألف؟ لا في المحاضرة حاضر بس حاضر. أنت عايز تسأل سؤال تفضل. نشوف سؤال طارق. اللحة داخل مواسير النموذج محمد عليها تم إلغاء المواسير والنموذج ووضع الكابلات مباشرة في الأرض. هو البند كان مقاس بإيه بقى البند ده؟ كابلات كان محمل عليها مواسير ومانهولز، اتلغت المواسير والمانهولز واتحطت الكابلات مباشرة في الأرض. كانت بتقاس قبل كده إيه؟ كانت محمل عليها إزاي؟ يعني كانت المتر الطول محمل عليها المواسير والمانهولز، والمواسير والمانهولز ما كانتش مذكورة إطلاقا. لا انا قصدي مش مذكور كبنود منفصله، يعني مذكور انها تنفذ بس مش مذكور كبنود منفصله في يونت ريت مختلفه ليها. مذكوره ان هي محمله على نفس المحمله على الايه؟ على التابلات بمتر الطول بس، وبعدين التوصيف بتاعها مختلف.
لما تتحلل فيحصل ايه؟ بيحصل محطة ده نفس الكلام. طيب خلينا نقول نروح للفرق كده، نقول مثلا ايه؟ ان في ورود مماثله في العقد يتحسب من معنى الموضوع ده. هل في ورود مماثله؟ هل في مواسير ومان هولد مماثله نقدر ناخد خليطهم نحذفها من قيمه البند ده؟ يعني ثلاث مواسير ومان هولد شبيهه لنفس نفس المواسير ومان هولد دي، ناخد القيمه دي نقوم نحمل قد ايه على المتر الطولي ونحمل بنفس النسبه ونحذفها، يبقى الباقي ده سعر استخدام. مفيش، يبقى اول جزء بتاع المحذف البنود يتحذف مباشره بنود مماثله مش موجود. الحاجه الثانيه حاجات شبيهه، حاجات شبيهه مثلا دي كانت عباره عن حاجات الماتيريالز معينه، نفس الماتيريالز دي موجوده في حاجه ثانيه بكميات مختلفه بطريقه مختلفه، اقدر انسبها بنسبه وتناسب؟ مفيش، يبقى الحل الثالث اللي هو الايه؟ اللي هي تحذف الكوست بلس. انا اشوف بقى هات لي فواتير بكثافه المواتير دي بكام؟ وحمل عليها الايه؟ بقيت الاسعار. حمل عليها كل حاجه بقى تستعملها، المعدات اللي انت بتستعملها، العماله اللي انت بتستعملها، الاوفر هيد بتاعك، البروفيت كده، وحمل عليها الكلام ده وطلع ايه؟ السعر بتاع المواطن. طبعا هتحط بقى في الارض في حفر وفي رسم وفي ممكن برضه تقوم تحط الرسم دي تلاقي فيه بنود حقيقه. طيب احنا بنعمل بريك داون الجديد ده ممكن نلاقي الحصه والرقم اللي هو بنقولش بيها نشتغل عليها. التابلت اقدر اجيب الفواتير بتاعتي مباشره. بعد كده اللي ايه؟ في مثلا ورنج تيب، في ماتيريال معانا في خط كده، كل الحاجات دي ابتدي بقى ايه؟ اجيب اسعارها واجمع الكلام ده، اعمل بريك داون واجمع الكلام ده واطلع سعر ايه؟ البند ويحمل عليه في اخر البروف. ايه هو الشراء؟ اتفضل. تحليل سعر شراء المواد وغير تكلفة المتر اشتريت وقصة قيمة البند للعقد. معرفة النسبة التي تم وضعها. فقط تقاس السعر الجديد. انت عايز يعني تشوف هو كان حاطط اوفر هيد قد ايه قبل كده؟ انت بتقسم تكلفة المتر القديم كله على بعضه اللي هو كان كان بالمواسير في المانهول، قسمها على كام؟ هو الخلاف على التكلفة ولا على الاوفر هيد؟ يعني سهل ان احنا نتفاوض تلاقي الاوفر هيد 25% لا 20 لا 15، سهل ان احنا نتفاوض على دي. انما الاصعب التفاوض على التكلفة نفسها. ايه اللي محمل عليه وتكلفته عامله ازاي وكده؟ ده مش هتعرف تفصلها، مش هتعرف تفصل ده كان كام وده كان كام، لازم تقدم بريك داون. البريك داون الجديد ده يفضل يتعمل بالتكلفه بعد التكلفه الفعليه للحاجات. اذا بجداول التعقديه بند الاعداد منخفض ولكن يفقد اعطاء البند منخفض وهذا الاعداد محمل على حسابي. يعني الخلطيه خالص. لو في بند منفصل طب هو محمل ازاي محمل وفي بند منفصل؟ يعني كل الحاجات دي بقى محتاجه انك تشوف تتفاوض عليها تفصيل الموضوع. يقول ان البند بتاع الاعتاب ده بقى كان مقصود بيتعمل في حاجات ثانيه انما في المجال لا. طب بقى بص بقى في الكلام ما زال بقوله الكلام مكتوب ازاي؟ ويحمل معنى ايه؟ وتفسيراته ممكن تبقى ايه؟ وناخد اقرب التفسيرات دي للمنطق وهكذا. مش بتتحل حاجه مباشره كده، ده المشكله كده حلها ايه؟ لا نقعد نقرا الكلام المكتوب ونشوف الكلام ده يحمل معنى ايه، وطب ده بيفسره ازاي وده بيفسره ازاي؟ طب ايه اللي منطقي في المعنى؟ ايه اقرب للمنطق؟ علشان كده بيبتدي يتحل يتحط بقى نشوف الاستشاريه ده بيعمل ترميشن. شوف لو الاستشاريه ده عنده ترميشن حط ميه ثانيه لحل المشاكل دي هنشوفها بعدين فتردشت. فمهم قوي الموضوع بتاع التفسيرات الاخرى لتفسيرات المنطق، فلازم حد هو اللي يبقى طرف في الاخر هو اللي يقدر يقول الكلام ده. طبعا انت نزلت ترجع للبند الاصلي يعني بنسبه كبيره لان هو مش موجود فيه الحاجات دي الا لو انت تحذف منه الاعمال الثانيه. انما انت تنزل سعر الكابل للبند، طب وبقيه سعر الاعمال الثانيه هتنزلها ازاي؟ هي اصلا مش موجوده. شكرا، اشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.